هنروح معاكم قبل ما اروح للاخبار، عندي بعض المواضيع المهمه اللي عايز اتكلم فيها. اول حاجه تجربه كره اليد. تجربه كره اليد تجربه يعني زي ما بيقولوا قدوه. كره اليد على مدار ال 20 30 سنه اللي فاتوا نتائجهم او نتائج كره اليد منتخبات، طبعا بتكلم عن المنتخبات واكيد كمان الانديه على المستوى الافريقي، نتائج يعني افضل نتائج في الالعاب الجماعيه. تجربه كره اليد نتمنى انها تتعمم على كل الاتحادات. ليه ما يبقاش عندنا فريق جماعي واثنين وثلاثه كويسين زي كره اليد؟ حتى كره اليد لما بيحصل دروب في مستوى جيل معين، ده وضع طبيعي، ما بنبعدش قوي، يعني بتلاقي حتى انت ستيل لسه في الصوره، ستيل لسه موجود ولسه ليك قوتك وبتاع لغايه ما بيجي جيل تاني يقف على رجله. والحقيقه في مميزات كتيره جدا في اسره كره اليد بيعملوها، وهي تتابع الاجيال. مثلا تتابع الاجيال، ده ماتش السويد طبعا اللي فزنا بيه واللي كان ليه طبعا اهميه قصوى ان احنا دخلنا تاني المجموعه. تتابع الاجيال يعني يجي اتحاد ورا اتحاد بيمشي على نفس السياسه، لعيبه ورا لعيبه تمشي على نفس الفكر ونفس الروح ونفس الاداء. تتابع الاجيال، مفيش حد بيجي زي ما بيقولوا كاتحاد يهدم اللي قبل منه عشان يبني هو، لا بيكمل على اللي قبل منه، بيحطوا سياسات طويله 5 و10 و15 سنه واللي بيجي بيلتزم بيها. ليه؟ ليه ما نعملش كده في كل الاتحادات؟ حاجه ثانيه، دائما ابدا نتائجهم مشرفه، وحتى زي ما قلت في البدايه حتى لو جيل ضعيف بتلاقيه دايما ماسك نفسه، ما تلاقيش الدنيا تبعد وتفرط تلاقينا بعدنا خالص، مثلا خدنا رابع خمس افريقيا، لا ما بتلاقيش كده، بتلاقي دايما احنا قريبين. طيب المسابقات بتاعه المسابقات المحليه بتلاقي افكار جديده، يعني اول من عمل دوري مرتبط كان كره اليد وخدتها منها اتحادات كتير تانية. اول من عمل اعمار سنيه معينه ويبقى في اعمار سنيه معينه هي اللي تشارك في المباريات والدوري ده باعمار، ده ليه؟ عشان يزق اجيال صغيره، كان كره اليد. يعني قصدي اقول لكم ان كره اليد عندها افكار، الافكار دي في الاخر بيجنوا ثمارها بعد سنه اتنين تلاته حسب تخطيطهم. طب ليه ما يتعملش كده في كل الاتحادات؟ عايز اقول حاجه تانية على مستوى المنتخبات. منتخبات كرة اليد بتلاقي حتى في لائحة أو في قائمة بتتحط قبل الموسم بيقول لك دي قائمة لاعيبة الدوليين، وما بيسمحش الفرقة تتعاقد مع أكتر من لعيب دولي عشان ما فيش فرقة تجمع كل لاعيبتها الدوليين. مصر واليابان، ده لقطات من ماتش مصر واليابان، ما بيجيش فرقة تجمع 4 5 6 لعيبة دولية في مركز واحد، ألاعب لعيب واحد أو اتنين منهم وأخسر الباقيين. يعني حتى في اللائحة دي كمنتخبات هم سباقين، والغريبة ان مفيش اتحادات خدتها برغم انها ناجحة جدا. يعني دايما هتلاقي في كل الاندية حتى نادي طلائع الجيش، نادي سبورتنج، هتلاقي لعيبة دوليين. طب ايه السبب؟ السبب ان هو ما خلاش اندية يعني تاخد لعيبة دوليين كلها في فريق واحد، وانت تبقى كده خسرت كل اللعيبة الدوليين. افكار جديدة. طيب عشان نبقى حقانيين ونبقى بنتكلم كلام مظبوط، كرة اليد معقلها فين؟ اوروبا. اسيا ضعيفة جدا في كرة اليد، امريكا الشمالية والجنوبية ايضا ضعيفة جدا في كرة اليد، استراليا نفس الكلام. اذا احنا بننافس اوروبا والدايرة ضيقة شوية، فاذا عشان اطبق الكلام ده في كرة القدم او في السلة او في الطايرة محتاج ابذل مجهود مضاعف، محتاج ابذل مجهود مضاعف. ليه؟ عندك مثلا لعبة زي كرة السلة هتلاقي امريكا الشمالية والجنوبية مليانة، عندك بورتوريكو وفنزويلا وعندك امريكا وعندك البرازيل وعندك الارجنتين وعندك، ده بس احنا في الناحية الشمال. رحنا على الناحية اليمين ناحية اسيا عندك الصين وعندك ايران وعندك فرق كتير قوية في اسيا، وعندك الفلبين وعندك فرق قوية في اسيا، عندك استراليا، فريق استراليا قوي جدا في كرة السلة. نفس الكلام في الطايرة، عندك اليابان دلوقتي بقت قوية في كرة السلة، عندك كل ده، كل ده في الالعاب التانية حتى كرة القدم كرة الطائرة انت لازم تبذل مجهود اضعاف اضعاف اللي بتعمله. حاجة تانية، اليد لما بيطلعوا يحتكوا بره بيلعبوا منتخبات، انا ما شفتش منتخب مصر كرة اليد بيطلع يلعب مثلا بارتيزيان الصربي، نادي في صربيا، ما شفتش ده. انما في الباسكت تلاقي المنتخب الاول مسافر بيلعب نادي، طب ليه؟ طب ما انا سافر، او بلاش الباسكت عشان ما حدش يزعل، خلينا مثلا في كرة اليد، كرة القدم برضو نفس الكلام، كرة الطائرة ما العبش مع اندية، اروح العب مع منتخبات. لان اليد لما قبل ما اروح بطوله طوكيو راح عمل ايه؟ راح لعب المانيا وراح لعب اسبانيا ولعب فرنسا، لعب 5 ماتشات مع منتخبات موجوده في الاولمبياد وليفل 1. يعني قصدي اقول لكم انه انا لما اطلع بره ليه ما اعملش الاحتكاك دي؟ ليه دايما احتكاكي بيكون ضعيف؟ اليد بيدوروا دايما على ليفل 1 يلعبوه، وعلى فكره ده بيكسر حاجز الخوف. اللعيبه اللي انتم شايفينها دي سواء علي زين سواء يحيى سواء الدرع، كل اللعيبه دي ملاعبت قصاد لعيبه العالم دول كلهم، ما بقاش في رهبه، انا ماسك ده زي زيه راس براس، فلازم انا اتعلم من تجربه كره اليد.
والحقيقه احنا بنناشد كل الاتحادات انها تدرس الفكره. مش عيب، مش عيب ان انا اتعلم من الناجح، مش عيب اتعلم من الناجح واشوف بيعمل ايه واطبق اللي عندي، بس بدراسات وما يناسبني. لان طبعا قلت لكم منافسه في الطايره والقدم والباسكت منافسه صعبه، كل العالم بيلعبها مش اوروبا بس.